اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي رولاد الفراوله. ومقادير الرولاد هيكون 100 جرام سكر، 2 بيضه، 30 جرام فستق مطحون، 100 جرام دقيق، و20 جرام زبده مذابه. بعد كده هنعمل الحشو بتاعها، وهيكون 250 جرام فراوله مهروسه، 100 مللتر لبن، 100 مللتر كريمه، 150 جرام سكر، 6 صفار بيض، ربع كوب نشا، وثمن كوب دقيق. نبتدي بالرولاد او الكيكة السفنجية اللي هنعملها رولاد، وهي هتبقى كيكة فستق. هنحط البيض وهنحط مع السكر ونضربهم مع بعض لحد ما يوصلوا لمرحلة الشريطة أو الريبن ستيج. أوكي، نشوف لو هي وصلت لمرحلة الشريطة ولا لأ. مفروض يعدي لما نعمل كده، هي عادة بتختبر بان احنا نعمل رقم 8 على وش العجينة، ولو رقم 8 فضل لما نخلص نعمله، فضلنا شايفينه بعد ما نخلص، يبقى هي كده العجينة جاهزة. فدلوقتي خلاص هشيلها من العجينة، لان هي بتاخد عشان الواحد يكتب رقم 8 بالراحة، طبعا مش سريع يعني، بالراحة كده يكتب رقم 8 ده بياخد حوالي 3 ثواني، وهي مفروض ان تفضل او زي الشريطة، عشان هما بيسموها شريطة كده، كأنها شريطة ملفوفة على بعضها، يفضل فوق وش العجينة. ده بياخد تقريبا 3 ثواني على ما الواحد يكتبها كده، فهي مفروض تفضل فوق العجينة لمدة 3 أو 4 ثواني. هو ده اللي بيورينا إن هي جاهزة ووصلت لمرحلة الشريطة. هنحط الدقيق والفستق ونقلب بالراحة خالص، مش عايزين نطلع الهواء اللي احنا دخلناه. ولما الدقيق والفستق يتقلبوا كويس مع البيض والسكر اللي اتضربوا، هنحط الزبدة السايحة. بس الزبدة السايحة لازم تبقى سيحناها ورجعت تاني بدرجة حرارة الغرفة، ما تبقاش سخنة، لأن لو هي سخنة هترجع تهبط الكيك. احنا مش عايزين حاجة تهبط لنا الهواء اللي حطيناه في الكيك. اوكي كده خلاص كل حاجة اختلطت كويس مع التانية، وننزل في الصينية. ونفرد.
وندخل الفرن على 160 ومش هتقعد أكتر من 10 دقايق. ولحد الكيك ما تجهز هنعمل الحشو بتاعها مع بعض. هنحط اللبن والكريمة على النار، وهنحط معاهم الفراولة. هنحط السكر والبيض في البول وهنضربهم مع بعض. ولما السكر يبتدي يدوب شوية في صفار البيض ويبتدي اللون يبقى أفتح، هنحط معاهم النشا والدقيق. بنقلبهم كويس علشان نبقى جاهزين لما السوائل تغلي. ودلوقتي الفراولة واللبن والكريمة بيغلوا، هنحط نصهم مع خليط البيض والسكر والدقيق والنشا، وبعدين هنرجعهم تاني على الحلة أو في الحلة على النار. بس أجيب بول نظيف علشان بعد كده أول ما يغلوا أحطهم في البول النظيف على طول، لأن طبعا البول لما تروحوا بيض مش مطبوخ. ولو سبتهم في الحلة اللي هم فيها هيفضل الكريم باتيسير يتطبخ ومش هيبقى كويس، مش هيبقى حلو. طبعا احنا عارفين ان الكريم باتيسير هنطبخه لحد ما يبتدي يطلع اول فقاقيع كده هوا، اول ما يبتدي يغلي بعدها على طول هنبطل نقلب وهنحطه في بول او في صينيه، وبعدين هنغطي بكلينج فيلم او ورق بلاستيك لازق عليه علشان ما يعملش وش. لو فضلنا نقلب بالويسك او فضلنا حاطينه على النار هيرجع يسيح تاني ومش هيبقى ماسك نفسه، ومش هنعرف نستعمله ككريم باتيسير، هيبقى سايح زي الكريم انجلاز او حاجة هتبقى طرية لكن مش حاجة ماسكة نفسها نقدر نستعملها كحشو. احطه في البول. هو بعد كده لما يسقع بيمسك نفسه
لكن لو فضلنا نقلب ونغلي فاكرين ان كل ما غليناه هيجمد اكتر وينشف اكتر، ده مش صحيح، بالعكس هيسيح اكتر. ونشوف الكيك اللي في الفرن. اوكي كيك جاهز. هناخد الكيك هنقلبه على ظهره ونشيل هنظبط الجناب طبعا. ومن هنا ومن هنا مش مهم لان ده هيتلف فمش هيبان. نجيب الكريم باتيسير احنا عملناه من قبل كده، وزي ما احنا شايفين حاطينه في بول وحاطين كلينج فيلم او ورق بلاستيك عليه لازق عليه على طول علشان ما يعملش وش. وهنبتدي نحشيها بالكريم باتيسير. احنا الكريم باتيسير ده حطينا له نقطة لون احمر علشان يدي اللون ده، فده حاجة اختيارية، ممكن تدوله لون أحمر أو ممكن تخلوه زي ما هو. ما نوصلش للآخر في الناحية التانية، نسيب شوية في الآخر عشان لما نلفها الكريم باتيسير هيلف هيطلع من الناحية التانية، فنسيب شوية وبعدين نستعمل الورق ورق الزبدة ان احنا نلف
وبعدين آخر حاجة هنعملها هتكون إن إحنا هنحط شوية كريم باتيسير برضو من الكريم باتيسير اللي حضرناه فوق الوش. عندنا معلقة هنا، أوكي، هاخد من ده على طول. وطبعا بما ان الكيك معموله من الفستق ممكن نزوق الكريم باتيسير بالفستق كمان.